نحن نحتاج القرب والحب والمودة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، لينوا بأيدي إخوانكم، إلقاء السلام، هذه المعاني نحن في حاجة إليها، لابد أن ينتبه لها الإخوة. أنك تسلم على الناس تبتسم، أخذ بيده كان ممكن يحدثه، لا معنى مهم جدا أن تركب وراءه، ما فيش مانع، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له في الأزمة دي، أنك تقول له تفضل حضرتك اركب أنا ماشي لحد المكان الفلاني. واحد لسه امبارح كان في فرح في قريه من القرى فيها الشيخ عبد المنعم والشيخ ياسر، فانا خرجت قبل ما مشيت لقيت ناس قلت لهم تفضلوا انا رايح القريه الفلانيه، قالوا لا والله يا شيخ جزاك الله خير احنا رايحين المكان الفلاني بس والله كانك وصلتنا، وما ركبش وما خسرتش انا حاجه. فانت محتاج المعنى ده يكون موجود، مش مع اخواننا بس في المسجد، مع كل المسلمين، مع جيران المسجد في الطرقات. تبسمك في وجه اخيك صدقه. كانت اختي في زياره وبعدين رايحه راكبه والميكروباص والدنيا شده بقى والبنزين والبتاع، وبعدين بقول له السلام عليكم، فالراجل يبص عليه كده قلت له السلام عليكم، بص كده قال لي يا شيخ انت بتقول لي انا السلام عليكم؟ قلت له اه. قال لي بتضحك لي انا؟ قلت له اه. ايه اللي فيه؟ قال لي والله العظيم. قلت له اه والله العظيم انا بضحك لك انت. قال لي انت عاوز ايه يا شيخ؟ قلت له انا عاوز عربيه تكون رايحه العصافره. قال لي يا شيخ انا لو مش رايح العصافره اطلع بيك لوحدك، ده انا اول مره اشوف شيخ بيضحك.